أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
ذوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا متصدعا من خشية الله. سبحان الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور سبحان الله عما
له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله عما يشركون الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى والله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.